مشاهدينا بنروح بحضراتكم وتقرير من مكاتبنا. هذا التقرير له علاقة بمنظمات المجتمع المدني السورية، حيث نظم عشرات السوريين مظاهرة أمام القنصلية الروسية في مدينة إسطنبول احتجاجا على يعني أرواح الضحايا في الغوطة الشرقية. نتابع هذا التقرير ثم نعود. بدعوة من منظمات المجتمع المدني السورية، نظم عشرات السوريين من كافة أطياف المعارضة السورية مظاهرة أمام القنصلية الروسية في مدينة إسطنبول احتجاجا على القصف الروسي والسوري لمناطق المدنيين في الغوطة الشرقية، والذي أسفر عن مقتل وجرح مئات المدنيين، محملين روسيا مسؤولية المجازر التي يتعرض لها المدنيون في الغوطة الشرقية. ورفع المشاركون أعلام الثورة السورية ولافتات حملت عبارات تضامن مع أهالي الغوطة. هي صرخة غضب واحتجاج في وجه المجتمع الدولي العاجز والمتقاعس بل والمتواطئ على هذه الجريمة. نحن لا نحتج فقط على الذين يرتكبون الجرائم، أعني نظام بشار الأسد والنظام الإيراني والنظام الروسي، إنما على المجتمع الدولي بكامله الذي يرى ويسمع بدقة ما يجري ثم يصمت. نحتج على الأمم المتحدة التي استقالت من مهامها، من مجلس الأمن الذي نسي دوره، من المجتمع الدولي الذي لم يعد يستحق اسمه، أصبح مستنقع دولي لا نسمع له صوت. ويتساءل السوريون، هل نحن في غابة أم بالفعل في مجتمع إنساني صاغ منظمة الأمم المتحدة جامعة الدول العربية، وتحدث عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. اليوم يقف السوريون وحدهم، ونأمل أن تصل هذه الصرخة برسالتها إلى كل أذن وإلى كل عين. اعتبر المتظاهرون هذه الفعالية بمثابة صرخة غضب واحتجاج ضد المجتمع الدولي المتقاعس والمتواطئ عن جرائم الغوطة على حد تعبيرهم، كما وحملوا كافة الدول المتقاعسة المسؤولية لأن الساكت عن هذه الجرائم بمثابة فاعلها على حد قولهم. يعني اليوم نحن نوصل رسالة للعالم أجمع أنه عندنا عصابات إرهابية، عندنا إجرام، عندنا إرهاب عابر الحدود يرسخ على الأرض السورية من قبل إيران، من قبل نظام الأسد، وتحميه روسيا. روسيا التي تدعي أنها أحد أركان المجتمع الدولي الذي يبحث عن الأمن والعدل في العالم، هي تحمي إرهاب يقتل الشعب السوري. وبالتالي اليوم الشعب السوري خرج ليوصل تلك الرسالة لكل العالم أن روسيا هي دولة إرهاب وتحمي الإرهاب في سوريا. الشعب السوري يقتل لأنه فقط طالب بالحرية، لأنه يطالب بالعدالة، لأنه يطالب أن يكون جزء من هذا المجتمع الدولي. هذه رسالة لبوتين والكرملين ولكل القتلة الذين يحمون الإرهاب في سوريا. كما تشاهدون نحن شعب خرجنا من أجل حريتنا، من أجل كرامتنا، وسوف نظل نقاوم هذا مشروعنا وهذا حقنا. اليوم الغوطة تحترق كما حرقت من قبل باقي المدن السورية. نناشد مجلس الأمن بتدخل السريع لوقف هذا الدمار الشامل الذي تقوم به قوات روسيا وقوات سوريا. نحن شعب خرجنا لأجل حريتنا، عود وأكرم من أجل حريتنا، وسنناضل من أجل مشروعنا. كما ودع المتظاهرون إلى الوقوف بوجه الدولة الروسية والتي تعد ركنا من أركان المجتمع الدولي، إلا أنها وبكل دم بارد تدعم الإرهاب وتقتل وتشرد الشعب السوري، إذ كانت هذه الرسالة التي أراد المتظاهرون إيصالها من هذه المظاهرة.